مرحبا، أنا مريم خير الله. رح نشوف سوا كيف نحصل على مكياج صباحي ومشرق بذات الوقت. من أساسيات الميك اب هو كيف نحضر البشرة، فكتير مهم إنه نستخدم مرطب يكون لايق بنوع بشرتنا. فرح استخدم كومبليت كومفورت كريم. الحلو بهذا الكريم إنه بتمتع بتركيبة غنية بتخلي الوجه مرطب كل الوقت، كمان بحضر البشرة لأنه تستقبل الميك اب. كتير مهم من أساسيات تحضير البشرة هو إنه نحط البريبن برايم، وبالذات البرش اللي استخدمته قبل، ونبلش بوسط الوجه اللي هو على منطقة التي زون. تركيبته خفيفة وبتساعد على إنه كريم الأساس يداين لفترة أطول. أما هلأ ننتقل لمرحلة الكريم الأساس، فراح استخدم ستوديو ووتر ويت فاونديشن اللي هو بيتمتع بتركيبة خفيفة على الوجه. مثل ما مشوف بهيدا البراش انه بتعطيني التحكم انا كيف بدي اعمل كريم الاساس وكيف التغطيه تبعيته. بقدر طال كل المناطق الدقيقه يلي بدي غطي فيها. بنبلش من نص الوجه، شو باقي على البراش بنوزع على كامل الوجه. مثل ما منشوف انه صار في عنا تغطيه خفيفه على الوجه. اما هلا رح استخدم مينرالايز كونسيلر. رح استخدم براش صغيره، بس اهم شيء بس نحط الكونسيلر نحط بطريقة خفيفة ودايماً نعمل دمج. إذا منلاقي فيه شوية شوائب منغطيها بهيدي الحركة. فهلأ من بعد ما خلصنا الأساسيات الميك أب، رح أخذ الستروب كريم يلي هو الكريم المفضل عندي تنعطي رونق وحيوية للوجه. هون بنطلع حسب كيف شكل الوجه، نشوف شو هي المناطق اللي نحن بدنا نبرزها بوجهنا، على الخد أو على الأنف من هون أو حتى كمان الشفاف. من بعد هذه المرحلة بدنا نعطي أكثر إشراك للوجه، فرح استخدم المينرالايز سكين فينيش بلون اللي هو سوفت أند جنتل. برش تكون خفيفة، نشيل أي شيء زيادة، ومحل ما حطيت الستروب كريم باخذ زيادة البرودكت وبحطه على أعلى الخد، أعلى شفاف. مثل ما منشوف إنه برزت المناطق الجميلة اللي بكل وجهة. أما هلأ لنطفي لون للبشرة رح استخدم البلاش، وعلى تفاحة الخد منحط اللون ومندمجه مع الإضاءة اللي نحن حطيناها قبل. من بعد ما نخلص نثبت الميك اب اللي عملناه، فرح آخذ لوس باودر. التركيز المهم هو منطقة التي زون. هيدي اللوس باودر رائعة، بتساعد على إنه تثبت الميك اب، بس بذات الوقت تعطيني ملمس ناعم على الوجه، وهيك بتكون جهزت بشرتنا كرمال نكمل الميك اب. كتير مهم انه نحن بس ما نعمل المكياج تبعنا الصباحي كيف نحن حنثبت هذا الميك اب وبذات الوقت يكون طبيعي. فرح استخدم البرولونج وير بينت بوت. الحلو بهالبرولونج وير بينت بوت انه ممكن يستخدم لحاله وممكن يستخدم كبيز قبل الاي شادو. بما انه هو كريمي لازم نكون شوي سريعين بس ما نعمل له الدمج. البرش اللي استخدمته قبل لحط فيها البرولونج وير، واشتغل هلا من اسفل العين على خط نمو رموش. بنشوف انه تحددت عينه بس بطريقه كثير طبيعيه. هلا بيجي دور انه نحن نثبت البرولونجوير اللي حطيناه. رح استخدم الباليت اللي هي برغندي تايمز 9، زيت البرش اللي استخدمناها قبل. ناخذ اللون البني الفاتح وبنحطه محل ما حطينا البين بوت قبل. هيك بنساعد انه الميك اب العين يداين لفتره اطول. بلش يبين علينا شكل العين. أما الخطوة التالية رح نبلش نحدد العيون، فرح آخذ مودرن تويست كاجال بلون البني اسمه لونج اسبريسو. والحلو بهذا القلم إنه بيداين لفترة كتير طويلة. علم خط نمو الرموش من تحت العين مثل كأنه عم نعمل آي لاينر بس مش مبين. هذه التقنية بتساعد على إنه رموش يبينوا أكثر كثيفين. ما ننسى نحدد زوايا العين. بما انه عم استعمل اللون البني ما بيعطيني نظره كثير قويه، فبيعطيني نظره اكثر طبيعيه خاصه لمكياج النهار. نرجع ناخذ اللاش كيرلر ومنكبس الرموش، هيك بتبين شكل العين اكثر وحتى رموش كمان بيبينوا اطول. اما هلا استخدم الهوت اند نوتي ماسكارا بلون البني. رح استخدم الجهه اللي بتعطيني مظهر طبيعي للمكياج تبعنا. الماسكارا البنية كتير بتناسب المكياج النهاري. رح استخدم الجهة التانية يلي بتعطيني مظهر أقوى وكثافة أكتر للرموش. هلا رح أخذ البراش وحطها على العين، وبهيدي الطريقة
نحط المسكارا بس بذات الوقت انه البراشة عم بتساعدنا ما ينشال اللون الايشادو اللي احنا حطيناه قبل. فهلأ صار عنا المكياج العين مكتمل. رح اخذ البراو سيت يلي بيجي بلون شفاف يلي بيساعدنا على انه يزبط شكل الحواجب كلمسة نهائية. رح اخذ الفلفتيز للبنسل بلون بيتش طبيعي، وهيك بيكون اكتمل الميك اب. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالتقنيات اللي شفناها سوا. اذا بتحبوا تشوفوا فيديوز اكثر ممكن تروحوا على الماكوزماتكس ميدل ايست يوتيوب.